هسه طلابو عليه اول ما نشغل احنا طبعا لغه بولن سي بلس بلس، هاي هي الواجهه فارغه. ارجع اذكركم انه احنا شو نسوي، طبعا المفروض عندنا نسخه البرنامج الاول، هاي طبعا موجوده عندنا بالمختبر اللي هو خلينا نقول القالب مال البرنامج اللي هو برنامج الاول الفارغ. زين عيني، اوكي عيني. فنسخة البرنامج الاول عندي هاي بالضبط، شوف هاي نسخة البرنامج الاول، اجي اني افتحها اخذ من عندها نسخة بهالشكل من عامل الاديت وكنترول طبعا سيليكت اول وكوبي، هسه اخذت منها نسخة. اجي وين بعدين على اللغة مالتنا بهاي الشكل، اجي على الفايل اختار نيو بروجكت، اعطي اي اسم ماشي عيني، اي اسم يعبر عن هذا الموضوع، واختار المسار وين بالضبط. ثاني مثلا عندي مكان عاده اخزن به الامثله مالتي بهذا المكان، راح اسوي فولدر بي حتى لا تخبط الامثله. هذا مثلا راح اسميه مثلا مسج بوكس بهالشكل. هذا فولدر بهالشكل، ادخل بداخله وهذا هو المشروع. شوفوا هنا أنا اسم المشروع ايضا راح اسميه مسج بوكس. انت طبعا لا تلتزم باي تسميه اختار، بس انا اريد حتى استفاد منه يعبر عن الموضوع، راح اقول له اوكي بهذا الشكل. انخلق المشروع، اتفقنا انه المشروع اول ما ينخلق بلغه بولن سي بلس بلس اكو 3 كومبوننت بي اللي هو سي بلس بلس فايل والديفينيشن فايل والريسورس فايل. احنا راح نحذف اخر اثنين، نبقي بس السي بلس بلس فايل بالوقت الحالي. دكتور راح اسوي تسمعوني هسه؟ تسمعوني واضح؟ وياي طلاب اوكي؟ بس يمك راح يم الصوت. ماشي، راح اجي احذف اذني الكومبوننت الاخيره الثنيين، ابقي فقط السي بلس بلس فايل. شوف راح اجي على هذا رايت كليك اوكي، وهذا الثاني دكتور العفو بس صوتك راكب يلا. تسمعوني مو واضح؟ لا هسه لا مو واضح ليك سماك بصوت. ماشي، انا سويت مو خلقت المشروع، ظهرت بي 3 كومبوننت messagebox.c++ messagebox.def ومessagebox.rc. فسويت حذفت اخر اثنين ما نحتاجين حاليا، نبقي بس السي بلس بلس فايل. هذا ايش راح اسوي؟ دبل كليك عليه راح يفتح لي هاي الورقه او المساحه الفارغه، راح انزل النسخه مال البرنامج الاول اللي ما يساعدكم صوت انتو يا لا؟ لا انا ماكو صوت يمي، ماكو صوت يمي، ماكو صوت. اوكي ماشي، خل اشوف بلكن نقدر نرجع على الانترنت مال الكليه شويه اقوى، لان هذا مشكله انترنت مال موبايل. خل اسوي ستوب شيرنج وارجع اشيك وياكم طلاب. اوكي اي رجع. اوكي ماشي هسه اوكي صوت الطلاب. اوكي طلاب سمعوني عيني؟ طلاب اوكي سمعوني؟ اوكي ماشي. ارجع اسوي مشاركه عيني للسكرين حتى نكمل. اوكي هسه المفروض الصوره ايضا يمكم واضحه. واضحه. اوكي هسه احنا فتحنا السي بلس بلس فايل هذا اللي قدامكم، وانا قبل شويه نسخت نسخه البرنامج الاول، راح اجي على الاديت وبيست، نزلت عندي نسخه البرنامج الاول. عاده شو اسوي؟ اول ما انزلها راح اخزن
من هنا شوفوا هذا ثاني ايقونه منها اخزن واجي انفذ قبل اي تغيير اشوف النسخه شغاله لو لا. تمام اشتغلت هاي النسخه مال البرنامج الاول خلينا نقول ماشي عيني. اوكي هسه اريد اضيف اني فد شيء تعديلات على البرنامج حتى اريد اجرب المسج بوكس او اجرب الاشياء الجديده اللي انا راح ادرسها كل ما اخذ محاضره جديده. احنا راح ارجع اذكركم طبعا البرنامج الاول وظيفته فقط اذا ضغطنا على الكلوز بوكس هاي المربع الاحمر راح ينفذ لنا الإعاز اللي اسمه بوست كوت مسج ويطلع من البرنامج. لذلك هسه انا من انفذ البرنامج الوظيفه الوحيده بالبرنامج الاول انه اني من اضغط على الكلوز بوكس هذا الاحمر يخرج من البرنامج. هسه اني المفروض اي عمل برمجي اي عمل برمجي المفروض اسويه وين اكتبه بها الداله بالداله الاولى لو بالداله الثانيه طلاب المفروض الداله الثانيه الاولى بس الديزاين الثاني ناخذها شكل ناخذ الاولى بالداله الثانيه العمل بالضبط بالداله الثانيه راح يكون ليش لان الداله الاولى مسؤوله فقط على يمن مسؤوله على ديزاين على الديزاين مال النافذه والامور الشكليه اللي بي تمام عيني بينما الداله الثانيه هي مسؤوله عن من مسؤوله عن العمل البرمجي للتطبيق مالتنا. اوكي طلاب واضحه الفكره. فاذا هسه من اجي ارد اضيف الإعاز مالتي الجديد المفروض اني راح اضيفه بالداله الثانيه زين عيني من اضيفه بالداله الثانيه اكيد راح اخليه تحت وحده من ذني الكيسات. فهسه اني بعدي ما ماخذ اشياء جديده بالبرنامج بس هذا الإعاز فراح اقول راح اضيفه مثلا اضيفه بنفس هاي الرساله اللي هي الدبليو ام ديستروي اللي هي رساله الكلوز بوكس اريد اجرب هنا الإعاز الجديد مالتي اللي هو المسج بوكس فراح اجي اضيف راح اكتب الإعاز اللي هو المسج بوكس. شوف راح اتذكر وياكم انه هو بي كم بارامتر بأربعة بارامتر. البارامتر الاول ثابت دائما اتش دبليو ان دي اللي هو باعه نفس هاي الاتش دبليو ان دي باعه نفس هاي اللي هو اسم النافذه البرمجي. بعدين راح اجي شو اسوي اضيف الرساله اللي اريدها تظهر مثلا كلوزنج بروجرام ماشي عيني. بعدين يجي وراها هاي طبعا تمثل الرساله وراها يجي التايتل مال المسج بوكس مثلا راح اخلي كلمه نوت اوكي يعني وراها تجي المفاتيح. انا حبيت مثلا ما اظهر ايقونات بس مفاتيح راح اجي اقول له مثلا ام بي اوكي. الام بي اوكي شنو معناها هاي؟ معناها فقط ظهر لي مفتاح الاوكي. تسمعوني طلاب اوكي؟ اوكي دكتور. هسه احنا شيء اكو شيء اتفقنا عليه بالمحاضره السابقه اذا بالكيس الوحده اذا كتبنا اكثر من خطوه وحده يعني اكثر من ستيتمنت وحده يفضل شو اسوي؟ اخلي بيجن واند وطبعا الاند تكون قبل البريك يعني البريك تكون خارج البيجن والاند مال من؟ مال الكيس ماشي يعني بهالشكل. هسه هذا البرنامج من يقدر يقول لي ايش راح يسوي؟ قبل ما انفذه راح تظهر النافذه دكتور يطلع النافذه يطلع اول مره النافذه الرئيسيه قصدكم رئيسيه اوكي طلعت النافذه الرئيسيه وراها شو يصير راح تغلق النافذه راح تطلع عندنا مسج انه طلعنا مال كلوزنج بروجرام ماشي يعني راح تطلع هاي بس هو انا اريد اسالكم على هاي هي هاي المسج بوكس ايش وقت راح تتنفذ؟ لما وين انا اضغط على شنو؟ على الكلوز بوكس اي عفيه يعني انت هسه انت برغم هذا التعديل اللي انا سويته شوفوا من راح انفذ البرنامج هو حقيقه ما راح يطلع اي شيء راح تطلع النافذه نفسها الاصليه بس هو السؤال انا هاي العمليه من ضفتها وين ضفتها؟
ضفتها بالعمل مال المفتاح الاحمر هذا الكلوز بوكس. هسه صار الكلوز بوكس من اضغط عليه قبل ما يروح ينفذ البوست كوت مسج مال الخروج من البرنامج ايش ينفذ؟ اذا ينفذ هذا الاعاز اللي هو المسج بوكس، فراح تطلع لي المسج بوكس اول مره وبعدين يلا يطلع من البرنامج. بعد طلعت لي كلوزنج بروجرام وهاي كلمه نوت، هسه راح اقول له اوكي طلع من البرنامج. واضحه طلاب؟ زين انا هسه خليت بس الام بي اوكي، اريد اضيف وياها ايقونه، مجرد اخلي هنا زائد اقول له مثلا ام بي ايكون انفورميشن، طبعا دا اكتب كله كابيتال. هاي القيم منين دا اجيبها؟ اكيد طبعا من الجدول اللي احنا اتفقنا عليه. شنو اللي راح يصير الفرق؟ هو راح يظهر لي مفتاح الاوكي ويا شي ظهر ايضا الايكون دكتور الايكونه اللي هي ام الانفورميشن. بقى هسه بالتنفيذ هسه من اضغط شوف طلعت المسج بوكس نفسها كلوزنج بروجرام بس شنو وياها؟ الايقونه مال الانفورميشن. اوكي حتى تبين عندي عمليه الريتيرن فاليو شلون اشيكها؟ انا راح اسبق الاحداث. اوكي يعني مثل ما قلت لكم احنا هسه ورا الاعاز مال المسج بوكس راح ناخذ هاي الشغله، بس راح اسبق الاحداث، راح اضيف رساله ثانيه WM CHAR. شوف هنا ايش راح اسوي؟ راح اضيف هاي الخطوات. اوكي المعنى مال هاي الرساله ال WM كاركتر معناته وين بريس انيكي، ماشي يعني معناته وين بريس انيكي، يعني انا هسه بالبرنامج من يشتغل اذا ضغطت اي مفتاح بالكيبورد راح تتنفذ البيجن والاند مال من مال هاي الرساله اللي هي WM كاركتر. يعني WM كاركتر هي رساله الضغط على المفاتيح مال الكيبورد. ولاحظ بي من بادية الكلمة أيضا ب WM مختصر ويندوز مسج. أوكي طلاب؟ بعد هنا ايش راح أسوي؟ راح أجي أعرف متغير مثلا الانتجر I أقول يساوي لنا مسج بوكس. أوكي؟ HWND هاي اتفقنا عليها قلنا ثابتة. راح أجي أقول له هنا أنا مثلا Do you want to close program ماشي بهالشكل زين عيني. هاي الرساله راح تطلع هنا أنا مثلا التايتل مالت راح اخليه wait. اوكي يعني هسه بما انه اني يعني هو do you want to close program يعني سؤال المفروض بي yes or no. المفروض شو ظهر يا مفاتيح؟ المفروض اظهر مفتاح ال yes وال no، فقلت له mb yes no ماشي عيني. زين عيني وياش اضيف؟ راح اضيف ويا ام بي ايكون كويستشن اللي هي علامه الاستفهام. فهسه المفروض المسج بوكس راح تظهر. هسه انا ما راح اشيك على يس ونو بعدني ما ضفتها بالبرنامج، بس اراويكم اياها صدق تطلع بهذا الشكل. بعد هسه اولا هاي الخطوة الثانية أنا كتبتها شو وقت تتنفذ؟ مو على الكلوز بوكس، لا من أضغط أي مفتاح أضغط بالكيبورد، راح أضغط مثلا مفتاح انتر وعش طلعت. شوف شلون طلعت المسج بوكس، التايتل طلع ويت، علامة الاستفهام Do you want to close program ويس أو نو. هسه أنا ما برمجت الريتيرن فاليو، فأنا ما أضغط هو ما يطلع من البرنامج، أضغط يس ما يطلع من البرنامج، أضغط نو ما يطلع من البرنامج. انا ايش اريد؟ اريد اوظف المسج بوكس حتى تخدمني. شلون؟ راح اجي وين؟ على قيمه الاي اللي هي بها المفتاح. اذا حبيت اربط العمل ويا مفتاح اليس، ايش راح اسوي؟ اضيف جمله شرطيه بهالشكل. راح اقول له اف الاي شو يساوي لنا يا قيمه المفروض؟ اي تي اوكي. لا انتبهوا. هي اصلا شنو المفاتيح؟ يس ونو، اي دي ويس. اوكي، إذا هي اي دي يس، بهالشكل راح اشيك، راح اقول له اف الاي يساوي لنا اي دي يس. هسه هذا شنو معناها؟ معناتها أنت دا تقول له ورا المسج بوكس إذا ضغطت مفتاح اليس، شو تريد تنفذ؟ أنا أريد يطلع من البرنامج.
فشنو هو إعاز الخروج من البرنامج؟ الإعاز الجاهز. شنو هو بالضبط؟ البوست كويت مسج. اوكي شنو هو إعاز الخروج من البرنامج؟ بعوني كاتب لكم اياه فوق. هذا البوست كويت مسج كاتب لكم اياه كومنتس. اكزيت فروم بروجرام. الفقره انه انا سويت هسه البوست كويت مسج ربطته ويا الاف. يعني اذا انا ضاغط على اليس شو يسوي؟ بوست كويت مسج. اوكي هاني؟ بس ايش راح اسوي بقى؟ راح انفذ البرنامج. راح اضغط على اي مفتاح. بس ايش طلع لي؟ المسج بوكس هذا نفسه. انا راح اضغط نو. اذا ضغطت نو شنو الريتيرن فاليو؟ ما يسوي. لا يعني هسه قبل ما احنا نحكي بالتنفيذ. بس هو منطقيا هسه اذا ضغطت نو شنو الريتيرن فاليو؟ اي دي نو. تمام؟ اذا ضغطت نو شو يرجع؟ اي دي نو. اذا ضغطت اليس شنو يرجع؟ اي دي اس. اي دي اس. هسه انا راح اضغط نو. راح اضغط نو. شوفوا ما طلع من البرنامج. ليش ما طلع من البرنامج؟ لانه اني اذا اقول له الا اي دي اس يلا تطلع. راح ارجع انفذ مره ثانيه حتى تشوفون التنفيذ بس بشكل صحيح. هالمره اذا اعطيه انتر راح اقول له يس راسا راح يطلع من البرنامج. اوكي؟ ليش؟ لان اني من ضغطت اليس رجعت القيمه مال المفتاح اللي هي اي دي اس وين رجعت؟ بالاي. بس انا دا اقول له الاي اللي هو اي دي اس طبعا هسه رجع اي دي اس ايكوال اي دي اس طبعا ترو. ايش راح ينفذ؟ البوست كويت مسج. ماشي عيني؟ ربما بعضكم شي يقول له انا مثلا اريد اوكي كانسل. ماشي شو اسوي هنا؟ اقول له اريد تظهر لي اوكي كانسل. شلون قبل شوي قالت لي وفيه؟ بس المره راح اشيك على اليمن مو على الاي دي اس. اشيك على اليمن اي دي نو على الباعو على الاي كانسل. قلت له اوكي كانسل وانا اريد الخروج بالاوكي فراح اشيك على اليمن اي دي كانسل على الاي دي اوكي على الاي دي اوكي يعني انا اريد بالاوكي اطلع. ماشي عيني؟ فهسه من راح تظهر الرساله راح تطلع لي اوكي كانسل ماكو يسونا فراح اخليها بالترو بالاوكي بالاوكي يطلع. اوكي ليش المره انا علي من شيكت على الاي دي اوكي. واضحه الفكره طلاب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. هاي شلون استخدم اني المسج بوكس؟ اني هسه ربطتها كاريتير باعو هنا أنا بالكيس الاولى استخدمتها فقط للشكل يعني حتى ما كتبت اي يساوي ما بالخطوه الاولى هنا أنا ما اريد اصلا اشيك على ما محتاجه اشيك على الريتيرن فاليو مالته بس هنا أنا هنا أنا أنا دارد اشيك على الريتيرن فاليو مالته. اوكي فسويت خليت اي يساوي وفعلا الاي ربطتها بجمله شرطيه مثل ما تشوفون انتم قدامكم. ماشي طلاب؟ ان شاء الله خير. اكو عندكم سؤال بالمسج بوكس فشي ما واضح؟ ماشي اذا ماكو اشكال ان شاء الله حتى نرجع للمحاضره مالتنا اللي هي الفايل النصي وننتقل الى موضوع مهم اللي هو اسمه الرسائل. دكتور عندي سؤال. الداله الاولى مال اللون ليش بس نستخدم ابيض ورصاصي واسود ليش ما نقدر نستخدم عدة الوان؟ وين؟ مثل النافذه الداله الاولى مال تغيير اللون. ليش تجربتوا جربتوا شيء وما طلع لون؟ وانا كتبت نفسها بس غيرت اللون ما يظهر لي. كتبتي الاملاء نفسه صحيح؟ نعم دكتور. ماشي هسه انا غيرت اللون اشيك لكم الكلمات املائيا. اوكي الحين دكتور ما مطينا بالجدول اربع الوان يمكن اي اشيك لكم اشيك لكم عيني الالوان املائيا بالضبط ايش مكتوب زين عيني وحتى اقول لكم شلون تغيروها بس هي المفروض لا تاخذ المفروض يعني تمام. ماشي عيني
يصير اكثر من لون، يعني مو هذا الالوان الثلاثه. لا طبعا، هو طبعا شنو بالمناسبه، انا اقدر اختار لون واقدر اختار يعني اختار مثلا رقم، يعني ربما رقم. اوكي، يعني هو تعرفون هو معرف الالوان بشكل كلمات، يعني مثلا خلينا نقول يعني ريد او يلو مثلا، هيك مو كلمات، بس هو انا اقدر اخلي رقم والرقم يطلع. بس ان شاء الله انا اشيك لكم اياها بالضبط حتى تتضبط عندكم الامور. يعني اكو الوان غير هاي الالوان الاساسيه؟ مليون بالميه طبعا، مليون بالميه، مليون بالميه اكو الوان عيني. بس احنا بنشتغلنا بالمختبر مثلا الاسود وال يعني اشتغل الابيض والرصاصي. رصاصي ورصاصي الفخ. هسه اعطوني مجال ان شاء الله انا اشيك لكم اياها واعطيكم الكلمات كلها المتبقيه املائيا شلون تجي. اوكي ان شاء الله. هسه نجي وين؟ نجي على الموضوع هذا اللي هو كلش مهم، اللي هو الرسائل. الرسائل طبعا، الرسائل قصدي بيها المسجز، الويندوز مسجز، بمعنى اخر قصدي بيها الكلمات. زين عيني، الكلمات اللي تبدي ب دبليو ام، قصدي هذا الموضوع. اوكي عيني، فهسه انت شفتوا قبل شويه المثال اللي اني وياكم كتبته هنا، كم كلمه من هاي النوع استخدمت؟ استخدمت الدبليو ام ديستروي واستخدمت الدبليو ام كاركتر. طبعا الدبليو ام ديستروي احنا شرحناها، الدبليو ام كاركتر قلنا هسه راح ناخذها بالمحاضرات الجايه، واليوم ان شاء الله راح نشرحها. الرسائل هي طريقه التفاعل بين المستخدم وبين البرنامج، وبين البرنامج وبين نظام التشغيل. الويندوز يتعامل يعني نظام التشغيل الويندوز يتعامل ويا اليوزر ويا المكونات مال الحاسبه باشياء ما يسموها ايفنت. احنا هاي تسميه كانت يعني خلينا نقول شلون تسميه بالحقيقه، خلينا نقول افتراضيه فيرتشوال. الاسم الحقيقي هو التعامل بالرسائل، يعني انا من اتعامل ويا البرنامج ادز له رساله، يقولون سيندينج مسج، يا اما رساله الكيبورد، يا اما رساله الماوس، يا اما رساله الضغط على الكلوز بوكس اللي احنا اخذناها اللي هي الدبليو ام ديستروي. هسه بهالموضوع هو دا يشرح لي شنو اصل هاي الرساله، يعني هاي الدبليو ام ديستروي شنو هي رقم، شنو هي بالاصل، بس هو مطيني اياها بشكل كلمات حتى اتعامل وياها بسهوله. يعني شنو اصلها وشنو المسميات مالتها، حتى انا باكر عقبه من اخذ برامج اخرى واريد اضيف كيسات اعرف كل رساله وش وقت تشتغل. ماشي طلاب؟ فهو دا يعطي شيء تعريف هنا. باو انتبه عليه ايش دا يقول. المسج از ايونك 32 بت انتجر فاليو. اوكي عيني، باو انتبه على هاي الجمله. المسج يونك 32 بت انتجر فاليو، يعني شنو قصده؟ اولا الرسائل احنا نتعامل وياها ككلمات تبدي ب دبليو ام، بس هي بالحقيقه هي عباره عن ارقام، بالحقيقه عباره عن ارقام من نوع انتجر. هاي الارقام حجمها 32 بت وهي يونيك، يعني ما يصير الرساله رقمها خلينا نقول 500 وكل رساله ثانيه هم رقمها 500، لا ماكو هيك. كل رساله هي عباره عن رقم يونيك، يعني وحيد. اوكي، احنا بالنسبه لنا لصعوبة فهم وحفظ الأرقام عبروا عنها بكونستانت، كلمات WM destroy WM character. ماشي عيني، بهذا الشكل. هاي أول فقرة. Windows OS communicate with your program by sending it message. Each message corresponds to some event. أوكي، نظام التشغيل يتعامل ويا البرنامج من خلال إرسال الرسائل، كل رسالة تعبر عن حدث معين، يعني الرسالة شو وقت تتنفذ؟ من يصير فتح حدث معين، انت ضغطت الكيبورد، سويت كليك بالماوس، هنا طبعا نعبر عنها باللغة العربية. اوكي يعني نجي وين؟ على هذا. Typically you will use the macronym، يعني constant، not the actual integer value. يعني احنا ما راح نستخدم الرسائل بالبرنامج، ما راح اروح اقول لك كيس الرقم مثلا كيس 500 او كيس 3000، لان الرقم احنا ما نقدر نحفظه صعب. احنا راح نستخدم ماكرونيم او كونستانت، اللي هي هاي الدبليو ام ديستروي او الدبليو ام كاركتر. The standard name for the all messages start with
مع بيمن تبدي؟ دا تلاحظون؟ WM. اها يعني هسه دا يقول انت بعد خلي ببالك شكو كلمه تشوفها بالبرنامج انت راح تكتبها تبدي ب WM؟ ترى انت قصدك بها هاي رسائل، بس لا تنسون طبعا هاي الكتابات تنكتب كابيتال لتر، يعني كابيتال W كابيتال M. هاي الكلمات تحتاج تصريح بالبرنامج، يعني تحتاج ان نكتب هاش انكلود. اصلا احنا باي ديفولت اتفقنا ايش نكتب هاش انكلود فوق، نكتب ويندوز دوت اتش، هذا معرف به كل الرسائل والاعازات مال برمجه النوافذ. ماشي طلاب؟ اوكي هذا طبعا تعبير عليه بالعربي. شوفوا هاي شويه معلومه هم حلوه تفيدكم. من هذه الكلمات يعني هاي الرسائل مثل ايش؟ عندكم WM destroy، عندكم WM character، WM paint، وعندكم بعد غيرهن. هاي بس دي يوضح لي، دي يقول لي ترى ذني هن الكلمات، ذني هن الكلمات اللي موجوده. واضحه الفكره؟ الرسائل هن ذني الكلمات WM destroy، WM character، WM paint. انا حتى بعد اكثر اوضح لكم الامور، ويا كل ما نبدي بفصل راح نبدي ناخذ رساله جديده. نقول هاي الرساله شو وقت تتنفذ؟ تتنفذ بهاي الحاله وناخذ عليها امثله وشلون نضيفها للبرنامج. زين هسه افتهمنا الرسائل اصلها شنو؟ ارقام 32 بت وهي يونيك، بس احنا راح نتعامل ويا كلمات تبدي ب WM تعبر عن الرساله. هذا هو مختصر المفيد بهذا الباراجراف. هاي الفقره هنا مهمه اريدكم تنتبهون عليها. بس قبل ما نبدي بها اذكركم بشكل الداله الثانيه. بعد الداله الثانيه. الداله الثانيه بها الرساله المسج وبها تو فاريبل، بها هذا الفاريبل W بارامتر وبها هذا الفاريبل الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو ال بارامتر. تتذكرون؟ قلنا الداله مال الويندو فانكشن بها اربعه فاريبل، بها اسم النافذه البرمجي اللي هو ثابت، بها الرساله دكتور هذه اختراعتك، بها الرساله مال المستخدم، وبها تو فاريبل W بارامتر وشنو؟ L بارامتر. اذا تتذكرون انا بوقتها قلت لكم بالبرنامج الاول اشروا لي على هاي الفاريبلز الثنين اللي هي W بارامتر وشنو؟ ال L بارامتر. قلت لكم هذني شنو؟ معلومات اضافيه لمن؟ من يتذكر؟ من الاسبوع الماضي. معلومات اضافيه للمسج يعني. للمسج. عافيه، معلومات معلومات اضافيه للرساله. ماشي عيني؟ شنو معلومات اضافيه للرساله؟ راح اعطيكم هسه شغله بسيطه. انا هسه قبل شويه مو تعاملت بالبرنامج ويا الدبليو ام كاركتر هذا مثلا، قلت لكم هذا شيء يعبر عن ضغطه المفتاح بالكيبورد. زين انا هسه دبليو ام كاركتر هو التعامل ويا الكيبورد، اوكي. زين الكيبورد بكم مفتاح؟ 101 كي اذا مو اكثر. زين عيني؟ بال دبليو ام كاركتر انا ما مبين عندي يا مفتاح، مجرد هو قال لي كيبورد خلاص. يعني انت هسه اي مفتاح تضغط هو راح ينفذ العمليه. طيب انا اريد اشيك على مفتاح معين، يعني اريد الا هذا المفتاح. اسم الرساله واحده مدى يعبر عن العمليه بالكامل. اسم الرساله دا يعبر انه انا اذا اتعامل ويا الكيبورد. من اللي بعد يعبر بادق عن العمليه؟ اللي يعبر عنها هي المعلومات الاضافيه للرساله، اللي هي اذني تو فاريبل، ال W بارامتر وال L بارامتر. فبعض الاحيان الرساله تكون بحدها معبره عن المعنى، بعض الاحيان بحدها تكون ما معبره. من يكمل المعنى مالها؟ يكمل المعنى مالها المعلومات الاضافيه. يعني مثلا ال WM destroy ما احتاج انا بها معلومات اضافيه، هي قبل هي الضغط على الكلوز بوكس. بس هسه راح تشوفون بال WM character لا، انا اريد تفاصيل اكثر. يعني المفتاح هذا يا مفتاح، وش قد ظل الضاغط على المفتاح؟ اوكي يعني هاي تفاصيل يسموها معلومات اضافيه. اوكي هذا الحكي وين موجود بالملزمه؟ باع انتبهوا على هاي الاسطر المكتوبه. توجد، انا كاتب لكم اياها حتى بالعربي. توجد معلومات اضافيه للرساله في معظم الاحيان وتخزن في المتغيرين W بارامتر و L بارامتر، وهما أرقام بحجم 32 بت أيضا.
واضح هذين السطرين شنو معناهن؟ نعم دكتور. ده يقول معظم الرسائل بها معلومات اضافيه. طبعا انت اسم الرساله راح يجي عندك بالمتغير اللي هو المسج، بس المعلومات الاضافيه ترى راح تجيك بالدبليو بارامتر والال بارامتر اذا انت احتاجها. باعوا هاي الفقره بعد الاكثر تفصيليه. هذني كل واحد من ذني المتغيرات يقول حجمه ايش قد؟ 32 بت. يقول بعض الاحيان هذا المتغير نفسه ال 32 بت ما يخزن معلومه واحده. بعض الاحيان يخزن معلومتين بنفس الوقت. يعني هو 32 بت راح ينقسم نصين. اول 16 بت بيه تخزن معلومه وثاني 16 بت تخزن بيه معلومه ثانيه. شايفين شلون؟ يعني الفاريبل اما هو كله يخزن معلومه واحده بالحجم كله مالته 32 اوكي هاني، او الفاريبل هو 32 بت بس بالحقيقه ده يخزن معلومتين. اول نص من عده بالضبط شلون هسه هذا المخطط اللي قدامكم، اول نص من عده خازن فد معلومه معينه والنص الثاني خازن معلومه اخرى. هاي تجي هيك حالات هسه تشوفون بعدين بالايام الجايه نستفاد من عده. ايضا باع هو شو معبر عنها هنا، يقول sometimes two pieces of information، بعض الاحيان اكو قطعتين من المعلومات are encoded into the two words that comprise the W parameter or L parameter. يعني بعض الاحيان اكو معلومتين اثنينات مدموجات سوا وخازنيها بالمتغير اللي هو W parameter او L parameter. زين اني اذا فعلا هي هاي المعلومتين مخزونه بهذا المتغير، زين انا شلون راح اقسمه نصين واقدر اقرا النص الاول واقرا النص الثاني؟ يعني هسه هو مثلا قال لي فد موضوع معين انا قريته، قال لي يا ترى عندك الدبليو بارامتر النص الاول منه هيك بي والنص الثاني هيك بي، فانا شلون راح اطلع النص الاول والنص الثاني؟ عمليه جدا بسيطه، هو الفاريبل اسمه دبليو بارامتر او ال بارامتر، بس اقول له لو وورد قبله يعني لو وورد بين قوسين البارامتر، هاي معناته اريد اقرا النص الاول اللي هو اللو اللي هو من 0 الى 15، يعني هو كله 32 من 0 الى 15 ماشي عيني. واذا حبيت اقرا النصف الاعلى اقول له هاي وورد للمتغير، يعني لو وورد للدبليو بارامتر النص الاول، هاي وورد للدبليو بارامتر النص الثاني، لو وورد للال بارامتر النص الاول من الال بارامتر، هاي وورد للال بارامتر النص الثاني من الال بارامتر اوكي عيني. وطبعا اللو وورد والهاي وورد هي اعازات جاهزه. واضحه الفكره طلاب؟ نعم واضحه دكتور. ماشي ترى هذا بس هسه شرح، يعني هسه من ناخذ مثال تبين الامور اوضح، بس انا دا اقول لك بشكل عام إذا أريد أشيك على المتغير أقول له اف المتغير يساوي لنا هيك قبل القيمة مالته. يعني اف مثلا دبليو بارامتر يساوي لنا فد شيء، هاي شيكت عليه كقيمة كلية. بس إذا أريد أشيك على نصه راح أقول له مثلا اف اللو وورد، اف اللو وورد للإير بارامتر يساوي لنا، معناته دا تشيك بس على النص الأسفل. أو أقول له اف الهاي وورد للإير بارامتر، معناته دا تشيك بس على النصف الأعلى. أوكي طلاب؟ أوكي. ماشي ارجع بشكل مختصر على هو هذين الباراجرافات. الرسائل هي عباره عن ارقام يونيك وحيده، هاي الارقام حجمها 32 بت. احنا من راح نتعامل بالبرنامج ما راح نتعامل ويا هاي الارقام، راح نتعامل ويا من؟ ويا كلمات كونستانت تبدي ب دبليو ام، مثل دبليو ام ديستروي، دبليو ام كاركتر، دبليو ام بينت، بدلا من الارقام لان الارقام صعبه واحد يحفظها. اوكي اني كل ما احتاج شيء رساله جديده راح اضيف كيس وراح اضيف هاي الرساله اللي قدامكم الاسم مالتها بشرط انه اني اعرف معناها شو تسوي شو وقت تتنفذ. زين يقول بعض الاحيان هاي الرسائل ما تعبر عن معناها، فبعض معظم الاحيان تجي وياها معلومات اضافيه. المعلومات الاضافيه هي 32 بت بكل متغير. هاي المتغيرات W بارامتر و L بارامتر، وهاي المتغيرات الاثنين اساسا هن موجودات بالداله. هذا هو الدبليو بارامتر وهذا هو الال بارامتر. اذني قد يحتوى على معلومات توضح معنى الرساله بشكل ادق.
اوكي هذا كل واحد به المتغير وحجمه 32 بت. الفقره بعد الاكثر تعقيد، ربما هذا المتغير الواحد من عندهن بمعلومتين بنفس الوقت، فحتى اقرا نصه الاول ونصه الثاني راح استخدم جهازين، واحد اسمه لو وورد وواحد اسمه هاي وورد. اللو وورد يقسم المتغير اللي هو 32 بت ويرجع لي اول 16 من عده. الهاي وورد ياخذ المتغير اللي حجمه 32 بت ويرجع لي ثاني 16 من عده حسب المخطط اللي تشوفوه هذا قدامكم. واضحه الفكره طلاب؟ اوكي هسه ان شاء الله الامور تبدي هنا واضحه واسهل. هذا الموضوع شنو اللي مكتوب؟ شنو التايتل ماله؟ Responding to key press. Responding to key press. طبعا الكي بريس نهائيا ما تعبر عن الماوس، دائما الكي يعبر عن الكيبورد، البتنز يعبر عن المفاتيح مال الماوس. الكي معناته كيبورد، فسد يقول Responding to key press. يعني البرنامج مالتي شلون اخليه يستجيب لضغطة المفاتيح مال الكيبورد. اوكي يعني فبع هذا الباراجراف، يعني انا مو يعني بالغرض منه انه نحفظ شرح، بس اراويكم المعنى ماله. يقول واحده من اهم رسائل نظام التشغيل ويندوز هي التي تتولد عند الضغط على مفاتيح لوحه المفاتيح الكيبورد. هذه الرساله الخاصه بلوحه المفاتيح شنو اسمها؟ ها طلاب WM كاركتر اها بحيث اني اوتوماتيكيا مجرد اجيت ضفت كيس ثانيه داخل البرنامج بالداله الثانيه وكتبت بها WM كاركتر، يعني هسه البرنامج قام يستجيب لضغطه المفاتيح من لوحه المفاتيح. وانتوا هسه شفتوا قبل شويه البرنامج هذا قام يستجيب لضغطة أي مفتاح، قمت أنا هسه بنضغط إنتر مثلا أو سبيس، شوفوا طلعت لي المسج بوكس، واشتغلت المسج بوكس، يعني اشتغلت العملية لأنه أنا ضغطت مفتاح، ليش؟ لأنه ضفت هاي الرسالة، بينما من أشيل هاي الرسالة أكيد بعد ما يستجيب لوحة المفاتيح، بس إذا أردت البرنامج يستجيب إلى لوحة المفاتيح، فأنت راح تضيف رسالة جديدة، وهاي الرسالة شنو اسمها؟ WM كاركتر. واضحة الفكرة لحد الآن؟ نعم دكتور. اوكي هسه باعوا على المعنى الباقي. هسه اذا اريد اضيف التعامل ويا الكيبورد اضيف كيس WM كاركتر. هسه اكو هاي معلومات اريدكم تفتهموها. يقول بالمنطق ما ممكن انت تضغط مفتاحين سوا. يعني انت هواي تسمع نوبات يقول لك يابا اذا تريد مثلا ترست الحاسبه مثلا قبل يقول لك اضغط كنترول او تو ديليت سوا. اوكي؟ او مثلا اذا تريد تحذف شيء بالويندوز دوس شيفت وديليت. انت بالمعنى تحس انه شنو تضغط مفتاحين سوا، بس هو يقول بالمنطق ماكو شيء اسمه مفتاحين سوا 100%. انت من راح تضغطين راح تنضغط وحده قبل والثانيه وراها، ايش قد ما تكون انت دقيق وسريع، لان اصلا ضغطتك انت على المفاتيح راح تدخل بطابور يعني بسرعه. من تضغط كنترول الت وديليت اذن الضغطات الثلاث راح يدخلن بالسرعه، يا هي اللي وصلت قبل هي اللي راح تتنفذ. فبع هاي الملاحظه ايش دا يقول؟ من المعروف انه لا يمكن ان يتعامل نظام التشغيل مع عده ضغطات للمفاتيح في نفس الوقت، وانما تعالج كل واحده بشكل مستقل بارسال رساله WM كاركتر لكل ضغطه مفتاح واحده. هاي هم معلومه مهمه. يعني هسه اريدك تنتبه على شغله، هو ايش دا يقول؟ ويا كل ضغطة مفتاح ايش تتنفذ الرسالة؟ WM كاركتر. راح اسألك WM كاركتر مو تمام؟ زين إذا ضغطت كلمة أحمد، أحمد كم حرف بها؟ بالإنجليزي 5 تمام؟ يعني المفروض أحمد يعني منطقيا احنا ايش نكتبه بالإنجليزي؟ بعد الله أعلم هو صاحب الاسم شلون يكتبه بهالشكل هيك نكتبه، بس هذا كم حرف أحمد؟ 5. إذا هسه تدرون من أكتب أني أحمد كم مرة تتنفذ الرسالة مال الكيبورد؟ 5 مرات. عاشت إيديش 5 مرات.
لان هو ده يقول كل مره تتنفذ ال دبليو ام كاركتر. شفتوا شلون اكو دقه بالتعامل بالموضوع؟ يعني ال دبليو ام كاركتر تتنفذ ويا كل ضغطه مفتاح. في كل لحظه ترسل رساله دبليو ام كاركتر توجد معلومات اضافيه لهذه الرساله. شوفوا هسه بقى هسه بدا هنا الحكي المهم. هسه احنا اذا كتبنا بس دبليو ام كاركتر بالبرنامج هذا شنو معناه؟ هذا معناته شنو معناته؟ قدرتوا تقرون هاي الملاحظه؟ بس اي شيء ندوس بالكيبورد بريس اني كي، يعني انت مجرد تقول له يابا انت اذا تعاملت ويا الكيبورد عمياوي اي مفتاح اضغط ما عندي مشكله، انت ما محدد مفتاح، انت بس قايل لي كيبورد بس. الشغله هاي ما راح تشتغل الا ويا الكيبورد بس بغض النظر عن يا مفتاح. اذا حبيت تتعامل بهالشكل فبس اكتب لي دبليو ام كاركتر وخلي هاي الكولن اللي اتفقنا عليها، بعد الكولن خلي العمل اللي يعجبك. ماشي يعني؟ يعني مثلا راح يقول استاذ انا مثلا ما اريد احد من عندكم، ماني ما اريد مسج بوكس، اريد بس اضغط مفتاح بس يطلع من البرنامج. اوكي اكتب لي هذا الإعاز بوست كويت مسج اللي هو إعاز الخروج، ماشي عيني، بين قوسين زيرو وبريك. هسه صار عمليه الخروج اذا تضغط انت اي مفتاح بدون تحديد من الكيبورد راح يطلعك من البرنامج. شوفوا بهالشكل هسه انا شو راح اسوي؟ راح اضغط مثلا مفتاح اي شيء، اي مثلا او دي، راسا طلع من البرنامج. ليش؟ لانه انا ما محدد بس قلت لك كيبورد. هو هسه راح تبدي هنا المساله المهمه. زين انا ماكو هيك، هاي نادرا ما احنا نتعامل ويا الكيبورد بدون تحديد شنو. باو انتبه على هاي الملاحظه اللي هي جدا مهمه. يقول في كل لحظه عندما يعني بما معناها ترسل رساله الدبليو ام كاركتر توجد معلومات اضافيه لهذه الرساله. اوكي واحنا اتفقنا المعلومات الاضافيه موجوده وين؟ بالدبليو بارامتر وشنو؟ الال بارامتر. معناته هسه رساله الكيبورد تتطلب معلومات اضافيه اذا انت تريد تدقق. زين خلينا نجي على اول فاريبل، انتبهوا على هاي شغله مهمه. يقول الدبليو بارامتر يحتوي الاسكي كود، هذا معناته الاسكي كود، الاسكي كود الخاص بالمفتاح المضغوط. شفتوا هذا شو يحتوي؟ الدبليو بارامتر شو يحتوي؟ الاسكي كود للمفتاح المضغوط. يعني اذا انت عجبك تشيك على مفتاح معين، يعني انت تتعامل ويا الكيبورد بس انت عاجبك تشيك على مفتاح معين تقول له اذا ضغطت الا هذا المفتاح يلا سوي هاي العمليه. ما تقدر تشيك على المفتاح مباشره وانما تشيك على الاسكي كود للمفتاح، لانه هو اصلا راح يعطيك الاسكي كود للمفتاح. بس اريدك تنتبه على شغله، هاي المعلومه الاضافيه دبليو بارامتر ومعناها الاسكي كود ايش وقت تجي بس ويا يا رساله؟ ويا الكاركتر؟ ويا الدبليو ام كاركتر. عاشت ايديكم، يعني يجوز انت باكر عقبه تستخدم غير رساله، الدبليو بارامتر يكون غير معنوي. هسه معناه ويا الكيبورد الاسكي كود. ماشي عيني، ويا الكيبورد معناه الاسكي كود. بس يجوز باكر عقبه يكون معناه غير شيء. ماشي عيني؟ اوكي هسه هذا نرجع له. هسه الدبليو بارامتر شو يحتوي؟ الاسكي كود للمفتاح المضغوط. اوكي الال بارامتر شنو؟ الال بارامتر باعوا انتبهوا شوفوا قاسمه كم نص، انتبهوا كم نص مقسوم تشوفون؟ لا هاي البدايه والنهايه. يعني هذا المتغير ده يقول لي ترى بي مو معلومه واحده، هذا الثاني ترى مقسوم نصين، حتى باعوا ايش كاتب؟ لو وورد، يعني النصف الاول منه بعدد مرات الضغط او وقت الاستمرار بالضغط طبعا بالملي سكند، والهاي وورد الهاي وورد ب ستيتس بت علما للوحه المفاتيح. ماشي ب ستيتس بت للوحه المفاتيح. انا هسه ما اريد ادخل بالبارامتر الثاني، يعني ما اريد هسه هاي ما اريد اشيك عليها هسه، انا بس حبيت اراويكم اياها. انا راح اشيك وين؟ حاليا بس على البارامتر الاول، يعني شويه يخدمني هسه بالامثله اللي اريد اجربها وياكم. اوكي طلاب؟ فبعض
خل ارجع بس اول مره كمفهوم الكيبورد. حتى تعامل ويا الكيبورد لازم شو اكتب يا رساله؟ دبليو ان كاركتر. اوكي، اذا كتبتها بوحده شنو معناتها؟ اذا تتعامل ويا الكيبورد اذا كتبتها بوحده بس كيس دبليو ام كاركتر يعني بريس اني كي بدون تحديد، اذا عاجبك ايش تشتغل. اوكي، اذا عجبك تشيك على مفتاح معين راح تعتمد على يا متغير. الدبليو دبليو بارامتر ليش؟ لان هذا شيء يحتوي على اسكي كود مال المفتاح. اوكي، اريد يمكم على صفحه، انتبهوا على هاي الملاحظه. الاسكي كود طبعا هو اكو دائما، طبعا هو الاسكي كود اكو جدول موجود عاده يعني ويا الحاسبات، يجي ويا المانيوال مال الحاسبه ويا اللغه البرمجيه. كل مفتاح بالكيبورد له اسكي، فانا راح اعطيكم خريطه بسيطه اريدكم هاي تعرفوها تحفظوها يعني حتى تعرف المفاتيح المهمه. خلينا نقول شوف عندك مفتاح اسكيب. اوكي، الاسكي كود مالته هو 27. يعني اذا تيجي تشيك انت على مفتاح اسكيب راح تشيك على اليمن على يا رقم 27. اذا عجبك تشيك على مفتاح الانتر، ترى الانتر الاسكي كود مالته 13. اوكي، اعطيك بعض المفاتيح اللي احنا دائما نستخدمها. اذا عجبك تشيك على مفتاح سبيس، هاي المفتاح المسطره الطويله، اعتقد هذا 32. اوكي عيني، اذا عجبك تشيك على الحروف، عندك الحروف السمول تبدي من اي اللي هو 97 وينتهي انت شوف لي وين الى مفتاح الزد، طبعا يزداد واحد واحد يعني البي ايش قد البي مثلا 98. اوكي عيني، البي سمول ايش قد 98. اوكي، السي سمول 99 وهكذا. هاي بالنسبه لك اذا تيجي تشيك على الحروف السمول. اذا عجبك تشيك على الحروف الكابيتال، تبدي من اي كابيتال؟ يبدي 65. اوكي عيني، عندك البي كابيتال 66 وايضا وانت صاعد. اريدك ذني تحفظهم. راح تقول استاذ ليش انا احفظ جدول اسكي كود؟ لا مو تري ليش، مثلا انا اقول لك البرنامج اريده يطلع لي مسج بوكس الا اذا انت ضغطت على مفتاح اسكيب. فانت ما ادري شنو الاسكيب، لازم شو تسوي؟ اوكي؟ او مثلا اذا ضغطت على مفتاح انتر. اوكي؟ مفتاح سبيس 2 و3. فهاي الخريطه اوكي؟ راح اخزنها وادز لكم اياها على الكلاس روم، ماشي عيني؟ راح اسميها نوت. طبعا فايل نصي حتى انتم تستفادوا منها وتثبتوها عندكم بالمحاضرات. اوكي طلاب؟ اوكي؟ ماشي. هسه اني هسه كشرح، ها علي فراس يمكن ده يحكي ده يسالني؟ لا دكتور ما سالته. ماشي، اوكي بعض. هسه اني اللي هنا كشرح راح اتوقف، راح اجي وين على المثال. هسه قبل شوي ايش قلت لكم؟ هذا كان شنو وظيفته البرنامج هنا؟ او خلينا نقول وظيفه اغلاق. يعني خلينا نقول وظيفه هاي الرساله تحديدا. الاغلاق ايش وقت؟ نضغط على الكيبورد، اي حرف الكيبورد. انيكي مو؟ كاركتر. بالمناسبه هسه اني هذا اذا اريد اترجم لكم اياه بالعربي، العمل مال هذا البرنامج، شلون اترجم لكم اياه؟ اقول هذا البرنامج اذا ضغطت اني على الكلوز بوكس راح تتنفذ هاي الرساله، هيك راح اشرح لكم اياها بالعربي كانما هاي الرساله من تتنفذ راح اول مره تطلع لي هاي المسج بوكس ووراها ايش راح يسوي؟ راح يطلع من البرنامج. هذا البرنامج نفسه اذا ضغطت على اي مفتاح بالكيبورد تنفذت هاي الرساله ايش راح يسوي؟ راح يطلع من البرنامج. هيك انا دا اترجمه. اوكي يعني هسه انا شريط انا ما اريد اضغط اي مفتاح، واعرف ايش راح اكتب. مجرد اخلي جمله شرطيه صارت شنو العمليه؟ اذا تخيلها جمله شرطيه صارت جمله مشروطه، مو تمام؟ صارت جمله مشروطه. شوف ايش راح اسوي. الاسكي كود وين موجود؟ بيا متغير.
مو تمام؟ دبليو بارنت. هو ده يقول، هو بعض الشرح ايش ده يقول؟ ده يقول الاسكي كود وين موجود؟ الدبليو بارامتر يحتوي الاسكي كود الخاص بالمفتاح المضغوط. فاني دار ده اقول له هسه تريدون تشيكون ويا من على يا مفتاح تحبون. مثلا اريد على 27. ال 27 شنو معنى؟ سكيب. اوكي؟ اذا صار هسه شنو معنى هاي العمليه؟ صار كلوز بروجرام مو تمام وين بريس شنو سكيب كي. ترى هذا هو صار معناه. راح اجرب شوف راح انفذ. بعد راح اضغط انتر دا اضغط مفاتيح كوما ما قاعد يطلع. بعد تسمعون الصوت مال الضغط مالتي ما يطلع، بس راح اضغط سكيب شوف راسا طلع. اوكي يجي شخص اخر يقول لي استاذ انا ما اريد سكيب اريد انتر. اوكي انتر ايش تكتب هنا مكان 13؟ اذا هسه هذا صار شنو هنا؟ صار بالتعليق اكتب لكم انتر كي سيف. هسه شوف هسه راح ارجع اضغط سكيب ما يطلع، اضغط سكيب ما يطلع، بينما راح اضغط انتر راسا طلع. اذا شوف شلون قدرت اسيطر على البرنامج. صار البرنامج اقدر اتعامل وياه بالكيبورد وبتحديد مفتاح معين. اوكي يجي شخص اخر يقول زين استاذ انا يجوز المفتاح يعني اريد مثلا اذا اضغط سكيب يسوي شغله معينه، اذا اضغط انتر اسوي شغله اخرى. اوكي انت خلصت الشغله مال الانتر ارجع انزل جوا، ارجع مرت اللخ اف مرت اللخ دبليو بارامتر اذا يساوي لنا 27. اوكي هسه شنو هنا؟ خلي العمل الثاني اللي يعجبك شنو اللي تريده يتنفذ. مثلا هنا أنا راح اطلع مسج بوكس خاصه بس بالسكيب، راح اقول له مسج بوكس اوكي اتش دبليو ان دي. هنا ايش راح اقول له؟ مثلا يو بريس اوكي تمام لو مو تمام شوف بهالشكل زين عيني. هنا راح اقول له ام بي اوكي زائدا ام بي ايكون فور ميشن فور ميشن اي ايكون. طبعا انا مثل ما قلت لكم كل ما تكثر الخطوات بالكيس كل ما تكثر يفضل شو تخلي؟ تخلي بيجن او اند ماشي عيني. هسه من يقدر يقول لي هاي شنو معناها صارت؟ بعد هاي طبعا هاي طبعا صارت مو بهالشكل، هاي صار هنا معناها. اوكي زين وهاي صار لها معنى اخر هنا. تلاحظون هسه انا سويت واضحه قدامكم؟ اي نعم واضحه زين. انا هسه تذكرون قبل شوي ايش قلت لكم؟ احنا يصير ننفذ ضغطتين سوا مال مفتاحين؟ لا ما يصير لا ما يصير هو فعلا ما يصير وهنا همين ما راح يصير. ليش؟ لان يعني هاي جمل شرطيه مختلفه. انت راح تضغط مفتاح اذا انت ضاغط انتر 100% هذا راح يتنفذ، هذا اكيد ما يتنفذ لان انت ضاغط انتر 13 مو 27. واذا انت ضاغط اسكيب اكيد الاسكيب هو 27 ما راح ينفذ هاي. ايش راح ينفذ؟ هاي الجوه. اوكي يعني فس البرنامج صار شنو؟ يتعامل ويا الكيبورد بس دا يستجيب حقيقه لمفتاحين اللي هن يا هن الانتر 13 والاسكيب اللي هو شنو؟ 27. اذا ضغطت الانتر 13 ايش راح ينفذ؟ هاي وراح يطلع قبل. زين اذا ضغطت 27 اللي هو الاسكيب راح يطلع لك هاي المسج بوكس بس ما يطلع، بس يطلع لك المسج بوكس ويرجع. خلينا نجرب ننفذ. اجيت راح انفذ هسه. باعوا العمل القديم ما تغير
نفسه. اوكي. والاصح انه اني ارجع كما كان. يعني هسه انتم العمل القديم كانما هو شلون العمل الاولي ماده اللي هو كان بس مجرد خروج من البرنامج اصلا. هسه حتى اراويكم انه الاشياء الاصليه تبقى كما هي ما تغيرت. شوف هسه انا من اجي انفذ، هسه انا ما راح اضغط كيبورد، راح اروح على الشغل القديم الاولي، نضغط على كلوز. اوكي شوف هذا ما له علاقه بي، اوكي هذا الشغل موجود لان انا نفذت الرساله الاولى، بس هسه من اجي اتعامل ويا الكيبورد راح اضغط مفاتيح غير ذني، راحوا ما يشتغلوا. خل اضغط مفتاح اسكيب، راحوا قال لي يو بريس اسكيب وما طلع. ليش ما طلع؟ لان انا ايش قايل له لما تضغط اسكيب بس تطلع لي مسج بوكس، ما قايل له وراها بوست كوت مسج حتى يطلع. اف انت ضاغط اسكيب مسج بوكس طلع لي وانتهى الموضوع. زين اذا ضغطت انتر لا بوست كوت مسج اطلع، راح ارجع هسه مرت له. شوف راح اعطي انتر راسا طلع من البرنامج. واضحه طلاب الفكره؟ زين هسه افتهمتوا شنو فائده المعلومه الاضافيه هنا؟ يعني اني لو ما هذا الدبليو بارامتر شلون اقدر اتعامل ويا مفتاح محدد؟ ما اقدر لان هذا الدبليو ام كاركتر عمياوي يتعامل ويا الكيبورد ككل، فاضطريت بهاي الحاله استخدم المعلومات الاضافيه واللي هي اول معلومه اللي هي اللي ذاكر ليها اللي هي الدبليو بارامتر اللي هي تحتوي على الاسكي كود للمفتاح المضغوط. شوف انا ما شيكت على الاسكيب، شيكت على الاسكي كود مال الاسكيب، ما شيكت على الانتر، شيكت على الاسكي كود مال الانتر، لان اصلا هي المعلومه ما بها الحرف او المفتاح، بها الاسكي كود للمفتاح. هو ده يقول لي، ده يقول لي دبليو بارامتر يحتوي على الاسكي كود الخاص بالمفتاح. اوكي طلابي؟ اوكي طلاب لحد هنا ان شاء الله نتوقف لان تعبتكم، ادري اني صارت هسه بالوحده الا ربع. اليوم اخذنا راجعنا المسج بوكس واخذنا الكيبورد شلون نتعامل وياه بالبرنامج، وشفت شلون ضفته للداله الثانيه، وايضا تعلمت استفاد من المعلومه الاضافيه الاولى شلون اقدر اتعامل ويا الكيبورد كمفتاح محدد. اوكي طلاب؟ اوكي عندكم سؤال فد شيء مو واضح لحد الان؟ دكتور انا اذا اريد اغير اللون من تطلع اشاره انه مسج يرسلنا من اخرج، فاغير اللون استخدمه بالداله الثانيه يا اخي بس بالداله الاولى؟ ها لا باعي. شوف هسه راح ارجع لك، خليني افتح البرنامج. انت اذا تغيرين الاشياء المواصفات مال النافذه خلينا نقول بالتصميم بالبدايه فوين تكتبيها؟ بالداله الاولى. بس اذا انت كانت نتيجه العمل البرمجي مالك هو تغيير المواصفات، يعني مثلا اني اريد اضغط مفتاح معين اغير اللون، هذا لازم وين ينكتب التغيير؟ ينكتب بالداله الثانيه البرمجيه، لان هاي وظيفه، وظيفه البرنامج انه اني اذا اضغط فلان مفتاح غير لي لونه. اوكي فراح ينضاف وين؟ ينضاف اكيد لو ويا الكيبورد، لو ويا الماوس، لو ويا هاي الكيس، مو تمام؟ بس بشرط احنا نضيف الايعاز اللي يخص هاي العملية. اوكي طلاب؟ طبعا لا تنسون احنا عادة من نغلق المشروع نروح على البروجكت ونقول له كلوز بروجكت. ها شباب اكو واحد يسأل فد شيء؟ لا دكتور عاشتي لي. ويدي ان شاء الله خير. طيب انا راح اوقف هسه عين التسجيل المشاركة العفو للشاشة. إذا ما عندكم إن شاء الله أي سؤال حتى نتوقف، بس شنو خلي أنا نفس ما قلت لكم أنا أنهي المكالمة أولا حتى إن شاء الله أسماءكم مال الحضور كلها تكون موجودة. ماشي طلاب؟ إن شاء الله دكتور. ماشي يلا إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله بخير بالمحاضرة الجاية. وطبعا إن شاء الله هذا الفيديو مال المحاضرة هسه بعد شوية راح ارفعها لكم على الكلاس روم حتى اللي يحب يراجعها يقدر يشوفها كمحاضرة فيديوية. شكرا جزيلا لكم وان شاء الله نشوفكم بالمحاضرة الجاية.